محمد عبد الله من الرياض يقول: كيف يكون مفهوم الاختلاف رحمة؟ الاختلاف ليس رحمة، قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل على أن الذين رحمهم الله لم يختلفوا. الاختلاف التضاد والتباين، أما الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية لمن هو أهل لذلك فهذا لا بأس به، هذا خلاف فقهي. أما الاختلاف في العقيدة ومسائل العقيدة فهذا لا يجوز، لأنها ليست محل اختلاف. نعم.